لا ولكن طبعا. برضه يا دكتور الولاد طريقه تعليمهم الاغلب الاعم حتى استخدام التابلتس في المدارس بالذات كمان للاكبر سنا شويه من اول الاعداديه والثانوي هم بيحتاجوا انهم يبقوا موجودين اونلاين طول الوقت. هو موجود اونلاين بس انا لازم الرقابه تكون موجوده طول الوقت سواء الرقابه من زي ما حضرتك قولي كده من المدرسه تمام ازاي او من الرقابه من الاسره. وهنا بقى المشكله اللي بتقابل دايما الاسر ان هي قله الوقت قله الطاقه اللي عنده ان هو يديها لاولاده انه يتعامل معاهم انه يعني اولا احيانا بتلاقي مثلا ناس كتير جدا مش عارفة ان اولادها عندها تيك توك او مش عارفة ان اولادها منزلين ابلكيشنز معينه او ما عندهمش المعلومات دي وبالتالي هو بيتفاجئ ان ابنه موجود على السوشيال ميديا او حد مشير له حاجه هو ما يعرفهاش او ان الطفل او الابن تعرض لمشكله او دخل في مشكله مثلا تنمر او سوء استعمال لصور شخصيه ليه او لفيديوز او لحاجات من كده والاهل ما يعرفوش حاجه من كده فضروري قوي وانا بديله تولز لازم اكون عارف هو هيستخدمها ازاي لازم اكون انا عارف كمان كرقابه والديه اكون موجود حتى في احيانا دلوقتي يقول لك انا هعمل الفاميلي كنترول او هعمل الفاميلي المتابعه بتاعه الاسره لا في ابس دلوقتي في ابلكيشنز بتتغلب على الحاجات دي كلها وبتعديها وهم الولاد عارفين كده كويس المعلومه فكره التحايل حتى في تاريخ الميلاد يمكن يعني حاجه دي ما تجيش في دماغنا بس جت في دماغهم هم بتيجي في دماغهم هو وهو الولاد كمان عارفين ان اهاليهم ما عندهمش كم المعلومات اللي موجوده عندهم صح. يعني ممكن احيانا يبقى انا بشوف احيانا ممكن يجي لي المراهق يقول لي اصل هو يعني احيانا يبقى الاب والام ما عرفوش يستخدموا التكنولوجي كويس بشكل كافي والابن بيستفيد من ده او بيحاول يستغل ده بشكل كويس خاصه لو العلاقه بالاسره مضطربه او فيها مشاكل او فيها اهمال يعني ما فيش فيها الاهتمام او ما فيش فيها الرعايه الكافيه اللي بتخلي الاسر تراقب ولادها كويس وتبقى عارفه هم بيتواصلوا مع مين وبيستخدموا انهي ابلكيشنز بالظبط. تمام. طب هل الاهمال اللي حضرتك بتقول عليه ده من جانب اولياء الامور لابنائهم هو اللي بيوصل للاولاد والاطفال اللي عندهم 10 سنين ان هم حتى يعملوا فيديوهات مش لازم حتى ينشروه على السوشيال ميديا ويكلموا فيها ناس النهارده هشرح لكم النهارده هقول لكم يعني هل ده السبب؟ كنوع من التمثيل ان هو بيحاول يخلق بيئه بديله او جو او ناس يتواصل معاهم زي ما حضرتك قلت كده ان انا هو راح ليه للواقع الافتراضي او راح ليه للعالم الخارجي لان هو ما لقاش ده في التواصل بينه وبين افراد الاسره فدي بتبقى نقطه مهمه جدا ان احنا ممكن نشجع اولادنا ان احنا هم ازاي يتواصلوا معانا احنا داخليا احنا دلوقتي حاليا كمان بتلاقي مثلا لما اقول لابن مثلا او الاسره سيب التليفون او ابعد عن يقول لك ما هو بابا وماما اصلا بيستخدموا التليفون على طول فطيب احنا مسافرين هم بيقولوا كده علشان بس يعملوا عبء نفسي على اهليهم عشان ما ياخدوش منهم التليفون لكن لا هو لما بيجي يعمل الفيديو ولا هي البنت لما بتيجي تعمل الفيديو هي مش عايزه تكلمني ومش عايزه تكلم شاذلي ومش عايزه تكلم حضرتك هي عايزه تكلم الناس التانيين عشان هي بتسعى او هو بيسعى لحلم الشهره فهو لما بيجي يقول هشرح لكم هكلمكم مش بيكلمنا اصلا هو كون ان انا يعني ان هو بيحلم بـ 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 بالشهره او بالانتشار او التميز ده حاجه فطريه وحاجه طبيعيه في البني ادم كله عموما يعني سواء اطفال سواء كبار اي واحد فينا بيدور على التميز لكن هو الطبيعي ان هو بيبحث عن التميز ده ايه الدوافع الحقيقيه بتاعته اللي انا اشوفها هو القلق كله من هوس الشهره على السوشيال ميديا او الترند في ايه ان احنا عارفين ان هي بتيجي من خلال ايه ممكن تبقى المحتوى اللي انت هتقدمه او اللي انت هتشير من خلاله ايه هل هو محتوى قيم بتهدئ يعني في فاليو او في قيمه معينه انت بتقدمها هل في خدمه انت بتقدمها للناس هل في حاجه مفيده انت عاوز تنشرها وتعلم بيها الناس ولا انت خوفك كله من على ابنك او بنتك ان هو يوصل للترند بحاجه تكون غير مقبوله محتوى غير مقبول او محتوى ما ينفعش ان هو يستمر وبالتالي هو النهارده ترند او النهارده مشهور جدا بكره هو مش موجود خالص فاللي هيتعرض له الضغط النفسي او التحول السريع اللي بيحصل مع السوشيال ميديا احيانا بيكون ضغط كبير جدا على الحاله النفسيه بتاعه الفرد فالدوافع ممكن فعلا تكون عدم الاهتمام من الاسره وقت الفراغ الغيره من الاصدقاء احيانا ان يبقى شايف صحابه بيعملوا والناس بتنتشر او فلان قريب عمل احيانا يبقى الفشل الدراسي ان هو فاشل في حياته ما عندوش نجاحات فعاوز يروح ينجح في حاجه والموضوع سهل بالنسبه له كطفل كدماغ والموضوع ايه ده انا هفتح الكاميرا واحط اللايت رينج وخلاص وهقعد وهتكلم الموضوع سهل خالص فيبقى التصور او التخيل ادراكه العقلي او النضج بتاعه بيكون لسه غير كافي ان هو يشوف هو وصل لاي مرحله لسه بتبقى موجوده طيب. احيانا بقى يبقى في ناس بتحب الظهور في ناس بتبقى بطبيعتها اهلهم مدعمين فيهم حته انت ليه ما تظهرش وليه ما تبقاش ستار وتبقى فيبتدي يحط ابنه في ضغط نفسي تاني مختلف شويه فدي ممكن تكون احد الدوافع يعني للحب الهوى الشهره طيب.